السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم هذا الفيديو غادي يكون على ترتيب 10 أغنياء في العالم العربي وحجم ثروتهم من بعد جائحة كورونا. فمجلة فوربس الأمريكية نشرت قائمة كتضم أغنياء العرب في 2020 وذكرت أن ثروتهم تأثرت بسبب فيروس كورونا. وإليكم ترتيب قائمة 10 أغنياء عرب في 2020. المرتبة الأولى احتلها المصري نصيف ساويرس بثروة قدرت بخمسة مليار دولار. ونصيف ساويرس هو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين وهو الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية. المرتبة الثانية الجزائري سعد ربراب بثروة تقدرت ب 4.2 مليار دولار. وسعد ربراب هو مستثمر ورجل أعمال وهو رئيس مجموعة سيفيطال للصناعات الغذائية. المرتبة الثالثة الإماراتي عبد الله بن أحمد الغرير بثروة وصلت ل 3.7 مليار دولار وهو رجل أعمال وملياردير إماراتي. المرتبة الرابعة رجل الأعمال والملياردير اللبناني طه ميقاتي وصلت ل 2.2 مليار دولار. المرتبة الخامسة رجل الأعمال العماني سهيل بهوان وصلت ثروته ل 2.1 مليار دولار. المرتبة السادسة رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري بثروة تقدرت ب 2 مليار دولار. المرتبة السابعة الملياردير المصري محمد الفايد بثروة وصلت إلى 1.4 مليار دولار. المرتبة الثامنة رجل الأعمال الكويتي قتيبة الغانم بثروة وصلت ل 1.3 مليار دولار. المرتبة التاسعة جاء فيها القطري فيصل بن قاسم الثاني بثروة وصلت ل 1.2 مليار دولار. المرتبة العاشرة جاء فيها المغربي عزيز أخنوش بثروة وصلت ل 1 مليار دولار. وماستر ثروة أخنوش هو من مجال المحروقات